اليوم انا موجوده بايفنت لريفا كلوذينج، كثير حلو الجاذرينج، يعني شفت كثير ناس اللي زمان ما شايفتها بالاعلام وفنانات وممثلات وناس بالمجتمع. اللبس كثير حلو، كثير ريلاكس وكاجوال والوان فرحه للصيفيه. سو اي جست وونت تو سي ثانك يو ريفا على الانفيتيشن. أول شيء أنا بشكر مدام عبير اللي دعيتني لكون موجودة اليوم هون. كان برانش وقعدة كتير حلوة، لأنه في كتير ناس إلي زمان ما شفتها بالميديا ومن أصحاب ومن مسلات التقيت فيهم اليوم هون، وأكيد بسبب وجودي دايم بدبي عم بكون بالسوشيال لايف أكتر. ومبروك كمان لريفا. شو عم بحضر هلأ؟ خلصت تصوير مسلسل لرمضان اسمه موحال، إخراج سلطان خسرو، ومعنا ممثلات وممثلين كتير مهمين من الكويت ومنهم جاسم النبهان. بتمنى أنه يعجب الناس برمضان على كل المحطات تقريباً المهمة الخليجية، يعني بين دبي والكويت، بس ما عرفت تحديداً أي تشانلز. جاي لخبرك الدور، يعني هي شخصية أنا ما اشتغلتها من قبل بس كتير حلوة. بكون أنا بشتغل بشركة بدبي، إيده اليمين لصاحب الشركة، وهي ميس شخصية كتير ذكية، كتير مثقفة، كتير سيريس بالشغل، وبيصير في قصة عاطفية بين أنا وبين أستاذ جاسم النبهان. ما كتير في أحكي عنهم، بس I think it worth it الواحد يحضره برمضان يعني للقصة. وهيدا بتكون خطوة جديدة لقلبي بالمسلسلات الخليجية. وعندي فيلم هلأ بفيسبوك رومانس انجليش موفي، إخراج موهي كندور، سكرينينج بكان فيلم فيستيفال، وعم بينعرض كمان حاليا بالأردن بعمان، وبدنا نعمله لونشينج بدبي. فيكيشن مسافرة أنا وأهلي وبعدين أنا وأصحابي على يوروب وشوي ببيروت، وبرجع على دبي لأن ما في عيش بلا دبي.